اعطي هيك منيح. مين انت؟ اتركها تفوت لجوا، بدها تحكي معك كأنه. ليش؟ مشان مصلحتك اخي. ما تخاف مني، ماني مسلحة، انا هون كرمالك. جاي افهم شو المشكلة، تركني فوت احكي معك. ما عم بيوقف النزيف. تمام تمام، بس اصحك تفكري تعملي شيء. يلا ادخلي. اسم الزلمة سالم أويار، 30 سنة، اسم زوجته ألماس، الزلمة موظف بنك محترم، سجله نظيف وما في عنده أي سوابق. كملي تعي. اصحك تعملي أي حركة غلط. خالتي انتي منيحة؟ سالم بيك اسمعني منيح، انا بعرف انك عم تعمل هيك تحت ضغوط. كيف عرفتي الموضوع؟ حضرتك مانك انسان بيحبس الناس بالبنك رهاين عنده هيك؟ الموضوع خارج عن سيطرتك مو هيك؟ هيك او لا ما عاد يهم الموضوع هلا. اسمعني، اللي عم تعمله جريمة، رح نحل المشكلة. صار فينا يا ربي. بس بالاول ورجيني سلامة نيتك حتى انا كمان اقدر ساعدك. ماشي؟ كيف بدي اقدر ورجيكي؟ اسمح لي طالع المتصاوب والست التعبانة لبرا. عم تحكي الحق، مزبوط كلامها، اذا ساعدتنا بخطوة نحن كمان منساعدك بمية خطوة. انتو مين؟ تمام يلا خديها. بعتولي نقالتين فورا. اهدى. يلا بسرعة شوي. عالسريع استعجلوا شوي. يلا خالتي تعي. ارجعي لهنيك، ارجعي لهنيك. تمام تخلصونا. يلا تمام ارجع. تمام ارجع مكانك. ماشي يلا اطلعوا. ما بعرف كيف بدي اتشكرك لانك تعاونت معي، بس بكل خطوه بتخطيها فكر بمرتك. ماشي؟ بمرتك وببنتك الجاية على الطريق اخي. انا عملت اللي عملته وغلطت وما عاد فيني اتراجع. مرتي حامل ولازم الحقها. انتي انتي تعي لهون بسرعه بسرعه. قلت لك تعي لعندي بسرعه. قومي بسرعه تعي. يلا تعي لهون. يلا يلا تعي لعندي. يلا يا بتجيبولي مرتي أو بتجيبولي سيارة هلأ بسرعة. يلا